السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نرسم شكل قبة. تمام، هاجي من الاركتكشر واقول له انا عايز كومبوننت موديل امبليس، واقول له انا عايز الروف. اوكي، طيب شكل القبة ده هيبقى عبارة عن ازاي؟ هيبقى فيه زي نص دايرة او نص كورة موجودة. تمام، فهو عبارة عن حاجة 2D تترسم، وبعد كده بخليها تلف حوالين المحور بتاعها. فهقول له انا عايز ريفرنس بلان عشان يساعدني في الموضوع دوت، هسميه احمد، اي اسم يعني. الفكره ان هو لازم يكون ليه اسم عشان لما تدخل ترسم يبقى موجود معاك. طيب هقول له كرييت، واقول له انا عايز ريفولف. تمام، بيقول لي على اني بلان، هقول له احمد. لو انت مش هتديله اسم مش هيظهر معاك. تمام، طيب ممكن اقول له مثلا عايز ارسم حاجه على هيئه سيركل بالشكل دوت. تمام، وبعد كده تبدا بقى ترسم الخطوط بتاعتك بالشكل دوت. تمام، تي ار بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده، اعمل له قطع تي ار وده اهو، والجزء ده الغيه. تمام، ممكن تعمله بشكل اخر يعني، ده اسلوب. مثلا ممكن تقول له انا عايز اعمل هنا، انا مش عارف ديت خمسة اهي، عايزها بالشكل دوت، واقول له مثلا وصل لي بين ده وده. المهم يكون شكل، يكون 2D مغلق بالشكل دوت. ممكن نلغي ده ونلغي ده. تمام، ودول. طيب هقول له بعد كده اكس لاين بتاعي اهو بالشكل دوت، يبقى ياخد ال 2D دوت ويخليه يلف حوالين الاكس دوت. تمام، هقول له موافق، عمل لي الحاجة بالشكل دوت فينش موديل. لو انا عملت سيلكت هنا ودخلت في الخصائص، تمام، هتلاقي ان انت ممكن تحط له ماتيريال، ممكن تحط اي حاجه انت عايزها، ممكن تقول له اديت امبليس، تعلم عليه، تقول له انا عايز ده في 180 مثلا. تمام، فلما تشوف في 3D هتلاقي تمام، تقدر تحركهم اصلا وتعمله زي ما انت عايز، تقدر تظبط الماتيريال، تقدر ترسم حاجه تانية متقاطعه معاها زي ما انت عايز. تمام، يعني ممكن مثلا تخليه بالشكل دوت. تمام، نخليه كده مثلا. ممكن نرسم حاجه هنا تبقى ماشيه مع الشكل دوت. تمام، ممكن اقول له اعمل لي كرييت تاني، واقول له مثلا سويب. طيب سويب هيقول لي انت عايز ترسم في اي حته، هقول له بيك ابلان الجزء دوت. تمام، طيب هيقول لي انت عايز ويفاي سويب، هقول له السكتش باس بتاعي هيكون هو الجزء دوت والجزء ده. اوكي، هيقول لي بقى اعمل بروفايل، ارسم البروفايل اللي انت عايزه. فاقول له البروفايل بتاعي سهل خالص اهو، وهنا برضو خط تاني اهوت. تمام، وممكن بقى ترسم بقى ايه خطوط دوائر زي ما انت عايز، حاجة مثلا بالشكل دوت. موافق، رسمنا قبة وعملنا هاتش، عملنا شكل معاه كده بسيط فينش. طبعا الشكل اللي احنا رسمناه هنا في ال 2D اللي هو اول شكل ده خالص. تمام، ممكن تطلع بيه شوية لو انت عايز، لو انت حابب، او تغير ديت، بحيث ان هو مش لازم يكون في شكل دورية. ممكن تخلي ترسمه على شكل مثلا يعمل لك قبة على شكل بصلة مثلا، تقدر تعمل أشكال كتيرة مختلفة، مش لازم الشكل ده.